أهلا بكم. تترقب الأسواق المالية العالمية قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الرئيسية يوم غد الأربعاء وسط توقعات برفعها بعد عامين على خفضها إلى الصفر لمكافحة تبعات كورونا في وقت يلف الغموض الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية. البنك المركزي الأمريكي يبدأ اليوم اجتماعاته تستمر ليومين لتحديد سياسته النقدية في وقت يواجه استحقاقا حاسما لمكافحة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ العام 1982، ويتوقع خبراء 6 زيادات في معدلات الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية العام الحالي، إذ يسعى البنك المركزي إلى إرغام البنوك على فرض معدلات فائدة أعلى على القروض الممنوحة لعملائها لإبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار في ظل توقعات باستمرار مشكلات الإمداد لأشهر. وفي متابعة لتوجهات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة وأثرها على الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وعلى الاقتصاد الأردني المرتبط بالدولار، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور عدلي قندح. أهلا بك دكتور. مساء الخير أستاذ حمدان. يا أهلا دكتور. كل الأنظار اليوم تتجه إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سيعلن قراره بشأن الفائدة غدا، هل برأيك الوقت مناسب لرفع أسعار الفائدة في ضوء تطورات الاقتصاد العالمي، وما هي النسبة المتوقعة؟ نعم، شكرا جزيلا. طبعا احنا بنحكي عن البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي القرار اللي راح ياخذه الفيدرالي بيعتمد على الوضع الاقتصادي والمؤشرات الاقتصاديه في الولايات المتحده الامريكيه. وبشكل اساسي عاده بيطلع البنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات التضخم وعلى معدلات النمو للناتج المحلي الاجمالي في امريكا ومعدلات البطاله طبعا. وبالتالي إذا بنطلع على معدلات التضخم وصلت إلى 7.9% في شهر شباط الماضي، وهي نسبة مرتفعة. طبعا بنعرف أنه معدلات التضخم هي الأولوية الأولى للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي أكيد راح يكون في رفع. ولكن دكتور، هل الرفع سيكون 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس؟ على الأغلب أنا بتوقع ومعظم التوقعات تشير إلى 25 نقطة مئوية، وبالتالي أو ربع نقطة مئوية عفوا. نعم. 25 نقطة أساس. وبالتالي يعني المؤشرات بتشير إنه نظرا لأنه راح تكون عدد رفعات يمكن 6، أغلب التوقعات تشير إلى هيك متوقعات، وبالتالي على الأغلب راح تكون 25. ولكن دكتور، ارتفاع يعني 25 نقطة أساس، هل سيكون لها أثار على المؤشرات وعلى الذهب؟ يعني هناك هبوط سيصبح إذا ارتفعت 25 نقطة أساس؟ يعني هناك طبعا هناك علاقة عكسية عادة بين الأسعار الفائدة وبين الذهب، وبالتالي أكيد راح يكون في انخفاض على معدلات على أسعار الذهب. لكن هو الأهم هي المؤشر لأسعار الفائدة راح تكون دكتور تأثيراتها أكثر على معدلات النمو. على نعم دكتور، إحنا لضيق الوقت يعني الدينار الأردني مرتبط في الدولار، في حال رفع البنك المركزي الفائدة ما هي التوقعات بالنسبة للأردن ومستوى الاقتراض، ويعني ما زال الاقتصاد يعاني الآن والمواطن يواجه ظروف معيشية صعبة، وهل البنك المركزي الأردني سيقوم برفع أسعار الفائدة أيضا؟ إحنا يعني المؤشرات اللي عندنا مختلفة تماما صراحة. احنا معدلات التضخم عندنا منخفضة إلى حد كبير ولم تتجاوز 2.5% مبدئيا للفترة هاي، لكن عندنا معدلات بطالة مرتفعة ومعدلات نمو منخفضة. لكن احنا بنطلع عليها، البنك المركزي بيطلع مؤشرات ثانية انه على هامش الفائدة ما بين أدوات الدينار وأدوات الدولار، وهامش الفائدة أيضا مع عملات الدول الخليجية، لأنه الدول الخليجية أكيد راح ترفع أسعار الفائدة. نعم. وتتبع الفيدرالي. نعم. لذلك بشكل سريع دكتور، من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة. نعم. الخبير الاقتصادي دكتور عدلي قندح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طالب أعضاء غرفة تجارة الأردن بمجموعة من الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، ومن أهمها تسهيل العمل على الموافقات لمشاريع الطاقة المتجددة ومنح إعفاءات لبطاريات التخزين. جاء ذلك خلال اللقاء مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، حيث بين رئيس الغرفة نائل الكبريتي أن كلفة فاتورة الكهرباء للمواطن والتاجر والصانع تعد الأعلى بين دول المنطقة، في وقت ما زالت القطاعات تعاني من الحصول على الموافقات لمشاريع الطاقة البديلة،
ما أثر على خروج مجموعة من التجار من السوق. الوزير من جهته قال أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيخفض تعرفة القطاع التجاري بنسبة 13%، وأن الوزارة تجري الآن دراسة جديدة للتعرفة بحيث ترتبط بوقت الاستهلاك لجميع القطاعات والأفراد، فيما تم تكليف 3 شركات استشارية لدراسة شبكات التوزيع لتحديث البنى التحتية. موضوع القطاع التجاري اللي تعرفته اليوم 175 فلس راح تنزل ل 152 فلس، يعني مقدار التخفيض على كل كيلو وات ساعة حوالي 2 قرش و3 فلسات، اللي هي بنسبة حوالي 13% من التعرفة. نتأمل إنه هذا يساعد القطاع التجاري تخفيف كلفه، وبالتالي بطريقة ما تنعكس على التاجر وتنعكس على المواطن إذا قلت هاي الكلف، لأنه أنا بعرف من خلال مطالبات متعددة من أخواننا بالقطاع التجاري إنه الكلفة الفاتورة الطاقة الكهربائية بتشكل نسبة مرتفعة من مجمل التكاليف. أعلنت شركة العقبة لإدارة الموانئ الجاهزية لاستقبال البضائع من مختلف أنواعها خلال شهر رمضان، مؤكدة أن عملية التوريد لم تتوقف عبر الموانئ. مدير عام الشركة دكتور خالد المعايطة قال إن سلسلة النقل والتزويد الحبوب مستمرة في صوامع الحبوب الرئيسية، مشيرا إلى وصول كميات كبيرة من المواشي تباعا قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الموانئ مستعدة للتعامل مع عدد كبير من البضائع والسلاح خلال الأيام القادمة من خلال الكوادر العاملة في الساحة الجمركية رقم 4 وأرصفة الموانئ المختلفة وميناء الركاب. بالنسبة لسلسلة التزويد والتوريد، عندنا بكرة باخرة قمح للقطاع الخاص حمولة حوالي 50,000 طن واردة من رومانيا، بواخر عدة بواخر أبقار وعجول وأغنام حية من رومانيا، من استراليا ومن أسبانيا جينا أغنام. الحمد لله يعني ما توقفت أعمال الموانئ نهائيا. أما بالنسبة لاستعداداتنا لشهر رمضان وخص ساحة 4 وهي اللي عليها الأنظار، استعدادتنا على قدم وساق. من ناحية العمال راح نوفر عمال على مدار الساعة بالتعاون مع الجمرك، مع شركات التخليص، مع كافة الأطراف العاملة بساحة 4. أما في الميناء الرئيسي كذلك دوامنا 24 ساعة، واستعدادنا شهر رمضان